السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء. الدوش ضروري الإخوان، أقفص ضروري. وبالنسبة للدوش، بالنسبة للذكر والأنثى الحسن يدوشوا قدام بعضهم، الإخوة اللي عندهم الحساسية في الأقفص وكيتمنوا إن شاء الله ينجوا هاد العام وهادي، حين تخرجهم يدوشوا هذاك هو التشويق الحقيقي، كيدوشوا حدا بعضهم، فهمت؟ يدوشوا قدام بعضهم، ملي كملوا الدوش تشوف فيهم كيف تدوشوا صافي، بداو كينفطوا راسهم كيبسوا هدايا، يلاه يبداو يبسوا، فرقهم على بعضهم أخي ديك الساعة، ما يشوفوش بعضهم، فهمتي؟ يسمعوا هي الصوت بعضهم وصافي، حق ما تشوفوش بعضهم، باش كيكون عندك واحد التشويق ان شاء الله في القمه، فهمتي؟ وساعه ساعه حين بغيت دوريها الذكر دوريها الانثى ديالك، من احسن اما تكون العشيه قريبه ديال المغرب ولا الصباح بكري بزاف، يعني تصلي الفجر وتسنى حين طلع الضوء ديال النهار، ملي كيطلع الضوء تسمع الطيور، كي الطيور ديال الزنقه الجاوز داكشي كيتكلموا، هادي يمكن لك تجيب الذكر ديالك وقربوا قدام الانثى في هذيك الصبحيه الصباح، ديك تقريبا ديك قسمين ديال المكاينه، تشوف التغريد ديالو تشوف يوصل في الجهوزيه وتشوف الانثى، فهمتي؟ هذا اللي عنده انثى واحده، اما انا كنخدم على ثلاثه الاناث في قفص واحد، ملي كانوا باقي عندي الاقفاص كنخدم ثلاثه الاناث ولا اربعه الاناث في قفص كبير ديال الكريه مع بعضهم، تما كيبدلوا غير الريش تما كلشي، والذكور كتكون بواحده كما كتشوفوها، باش الانثى اللي كتوجد ديك اربعه الاناث كتكون يعني ضروري تخرج ديك واحده مزيونه ولا جوج على حسب التربيه ديالك، باش النهار اللي كتقدم الذكر قدام ديك الاناث كتشوف شكون اللي فيهم اللي واجده، حتى كتبقى مع الخدمه ديالهم، حتى واحد النهار كتوصل لواحد المرحله بان الانثى من ديك الاناث كتقوم بوضعيه التلقيح بدون شعور، اللي كتنزل الذكر كيبقى هذيك يهضر من هنا من هنا من هنا من هنا كيسخن، وهذيك كتشوفها هي بواحده ديك اربعه الاناث او ثلاثه اللي عندك ديك القفص ديال الكريه قامت بوضعيه التلقيح، كتكون جاهزه 100%. ساعة الاخير العزل كيمكن لك تقوم بواحد العزل ديك القفص ديال الكريه كتعزلها هي بوحدها هكذا وكتخرج هذوك الاناث، اولا هي كتخرجها في قفص صغير وديها قفص التجاوز ديالك يكون عندك واجد، وكتصبر عليها غدا وكتعاود نفس المنظر مع ديك الذكر نيت، ما كتاكد عاود كتشوفها نفس الشيء قامت ديك وضعيه التلقيح. فلهذا اخي العزيز في العشيه كيمكن لك ديك الساعه بيت مع هذاك الذكر بيت معاها بالعزل، فهمتي؟ الماء ديالو الزوان ديالو المسائل هي نفس الشيء، وغدا ان شاء الله ملي كتفيق الصباح مع الفجر نص على الفجر ديالك ان شاء الله وهادي، وتسنى كيطلع الضو دعي الدعاء وهادي، وقف قدامك كتزول لك ساعه العازل باذن الله الجبار الكريم كتشوف التلقيح قدامك. هذه الطريقه اللي كنمشي ليها انايا، ما كنمشي انت واحده في قفص وانما ثلاثه اربعه، كل ما كانت كريه كبيره يعني أربعة بزاف حد أقصى، باش كنوفر لك التمارين اللي عاد ضرب التمارين، أربعة إناث أربعة ديال الأقفص بزاف بدل لهم كاملين، فهمتي؟ ولكن إلا عملنا قفص واحد كضرب عصفورين بحجر واحد، يعني كتبدل تبديلة واحدة طن 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 صافي مع بعضهم كيدوشوا مع بعضهم كلشي مع بعضهم، كتوفر لك بزاف ديال التمارين والعدم، وأنت واحدة في قفص واحد كيكون معاها تمارين باش على التدريسة وهادي، ولكن ماشي بحال ثلاثة أربعة مع بعضهم راه كي سبحان الله كتكون غريزة وكيتغيروا بزاف الأمور فيها. ونسعى نزيد نوضح لكم امور مزيان ما كتشوفوا تبارك الله حاسوا في قفص ديال الريكلامو، شو كيفاش فازك تنصل على الفيديو، بزاف الناس كيقول لك كيفاش كيدوش عندك وهادي في قفص، راه كنعطيه الوكا ولا صاحبي، لكن كتشوفها حاسون عليك ماشي شي حاجه، دابا شي حاجه امشي عنده خلي بدل له شي العوم ديالو مسكين، نوريكم فاش كنعطيه عوم انايا، هذيك اللي قدامه وانت مهنا هو الذكر في الوسط، عندي انت مهنا وانت مهنا، تو هذيك انت راه هي فوق القفص الزرق وهذيك راه هي انت، لان كنشوف واحد انت بحال اللي باغا حق نمشي ان شاء الله نوري لكم، ايوا كتشرب ديك الانت الاخريه غنوريكم ان شاء الله، تو بصحة 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 بصحة، هذه ان شاء الله انت، هذه اللهم بارك انت الذكر، اللهم بارك في الذكر، شو راح النوعيه بشكل الذكر، هادي انت فاش كيعطيهم يعومونا اخوان، شتو هادي هنا كتشوفوها هادي كتكفي ان شاء الله، وكيدخل في منها كامل تبارك الله وصل على البيت، ما شتو الفيديو هادي انت، الله يسخر
هادي انت وهذا الذكر في الوسط، هادي قد ان شاء الله طمعين فيها، وهادي المهم كنهضر لكم على الحسن. انا الحسن هذا كنمشي معاه دابا انا على حسب الاقفص، ولا توفقت هذا العام نوريكم كيفاش عندي عندي في الاقفص. والله باقي بكري بالنسبه للاقفص، باقي شهر 2 شهر 3 شهر 4 باقي ان شاء الله بزاف، 5 باقي 6 باقي 7 باقي 8 باقي الوقت في يدنا. لهذا انا كنقول لكم الكريات ما عنديش اللي تما كانوا مشاو وتسقط نخدم هيدي، يعني كنتلهى مع هذا الشيء في السلاكه كنغيب عليها. السلاكه باقي دابا خصني ندخل لها اللوازم ديال الاعشاش الخيوط والقطن ان شاء الله يا ربي. الحسون اسهل حاجه باش تنتج منه، في اسهل حاجه واصعب حاجه بجوج، لانه طائر حساس بزاف، خصو شي حاجه الخدمه في الاول، وخصك تعرف المسائل الاكل ديالو. دابا الزول ما عطيش يدوش ديك القفص هذاك، هو تخلي له الماكله، لا خليت له الماكله ودوش تما هكذا راه يفزك لك الماكله، الماكله مزولاته كاين شي عنده شي ماكله نو كتزول الماكله. نصائح وارشادات الاخوه مجانيه، فهم كنتعاملوا مع بعضنا ومع الجميع ان شاء الله. الماكله مزوله الاقفص ضروري باش كيعوم على الخطر ديالو. والاخوان اموركم ميسرة ان شاء الله، نوريكم السلكه شنو عندنا فيها. اللهم بارك السلكه ديالنا، ها السلكه اللهم بارك. ما كتشوفوها خاص امور كامله كلاوان اللهم بارك. التويرات ديالنا راه هما الله يسخر فيهم بارك الله، كاملين كيغني وكاملين كيهضروا كاملين كيتجاوبوا، يدخلوا في واحد المرحله مزيونه. الله يسهل للجميع، نطلبوا الله هذا العام. كانت عندنا الشتاء اليومين الاخوان، وعملت واحد الميكا عندي فوق شي حاجه زدتها هنا يا اخواتي، باش عندي كتشوفوا الجو مسلس شويه هنا، قدرت نزول ميكا لان باقا ما جا عندنا الشتاء، وانتم كتعرفوا باش كتبقى الامور عندي يابسه هنايا. الله يسهل عليكم الاخوان، تحياتي للجميع اعانكم الله. سبحان الله هذا ما كتشوف الطريقه اللي كنعدل لها هدايا، شوف سبحان الله الجاريه اللي كتبقى خضراء. الله يسهل اعانكم الله. ايوا مشيو 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 مشيو، تغربوا لي الغرض الطيور ديالي مشيو. الاخوان تحيات للجميع، تابونوا مع خاكم وعاونونا بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف قسما بالله الاخوان. الا ساعه ساعه كنجبر شي كومونتيرات كيفرحوني، ساعه ساعه كنجبر شي واحد السيد بورتو كيضحك، واحد المهم براسو يضحك ولا شافوا ديك المنقوع مجال المغرب فهمتي، واخا المغرب ما والو. هذاك حنا ساكنين خصك تعرف واحد الحاجه، حنا ساكنين انا ساكن على البحر، ما تشوفوش يمين عندنا الميتيديد وعندنا التخربيق هذا، اللي ما كتجيش كتعطي المناقع عند الطيور ديالك وكذا باش كيقوا في الصحه هذه راك والو، كيقول له عقله كنخوره وصافي. هذاك الشيء هذاك عمي راه ابن عن جد ما جي به، راه السلاله قديمه ماشي بدلوا لا عواد التربيه، ماشي عاد البارح عاد ولا دخلنا اللولعه دوا الحشومه. واخا الحاجه ما تعجبش نبهني، بحال الاخ واحد النهار مسكين نبهني قال لي كذا وكذا وكذا، تقبلت منه وفرحت بزاف. علاش؟ قال لي الهضره في مستوى واحد اخر، انسان ما خصوش غاد علق على شي حاجه وعلق فيها مع وطفري، ماشي تضحك عليا ولا تضحك عليا قدرش يضحك عليا، نقول واقف من وياك فايده مع بعضنا هذه ما نقدرش نعرضك نتحداك في اي حاجه في اي مجال نتحداك. وكنبقاو حنا خوت، حنا مسلمين صاحبي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قادر. كاملين كنشاهدوا كاملين كنصليوا كامل، راك خاي بغيتي ولا كرهتي خاي خاي في الاسلام. واعانكم الله جميعا، الله ينصر الاخوان في غزه وفي فلسطين يا رب. تحياتي لكم.